عليكم ورحمة الله. اليوم يا أخوان للمرة الثانية جينا سيارات فيهم حياة. عندنا الأخ بالضبط، تعال اشرح لنا قصة الحياة عشان نشوف نعرف نطول ولا شو اللي صار بالضبط. طلعت هون وعملت رجع. هاي محلها. بس كبك يا عامل الطلة. وعودت فاتت هنا. عودت فاتت. مين كان يسوق الجيب؟ مين تشوفه؟ حط ايدك. اوه اطلع لك الحية. اوه هذا يا حبيبي جوا هنا فيه مشكلة هاي. لا خليه ارفع لنا اياه اكثر كدش تقدر. ارفع ارفعه بيدك، خليك زبطه بيدك قلبك. ولا ارفعش على اخر برفع، خليك ماسكه هيك. ايوه خليك ماسكه شوي، خليني اشوف شو في هان. ضوي لي جوا هان يا حبيبي يا حبيبي. مشكلة هاي. حسسنا هان. انا متأكد هان لانه طالعة هان. هاي اثرها. طلع استنى. مليون بالمية بالجناح. اصبر شوي. شو في جوا؟ شو هاي؟ نزل. فيش مكعك جوا؟ وال جوا شو فيه؟ مغارة. هذه ما هي برا الكزاز، يعني بجوز انها طارت مع الهواء. براني. لا عاود ترجع. هاي انا حتى بدنا نستعمل لك الكاميرا الجوا، يعني عندك جوا هاي المغاير. شايف؟ نستعمل لك كاميرات اشوف. شايف؟ يعني حي هاي مش اسد. طيارة ولا ماشي. ليش على الفاضي؟ عشان الحمل تطلع. هي بتجي هان. ابراهيم جربت من هاي الجهة ابراهيم؟ وين الكاميرا هي؟ كانت هون مشان تروح جوا ورا هذي. كبيرة ولا صغيرة؟ يعني وصل. بدنا نفك هاي. هي 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 زقطها. هاي شفتها ولا شفتها؟ هي هابع كلها حياة الزيتون. بس وين المشكلة؟ اجيبك عصاها مشي؟ ايه اسمع، لا بدناش تشرد الشردة تعطيك العافية. شو اجيب ملقطة شيء؟ بدنا نكمل بلاستيكة وبنتشها. مش مشكلة تعضنا. بس ما لا اوعى تعضها شردة طحيت. يبدأ هيك. شايف علي؟ حتى لو هذا معيوم من قبل اللي نطشته. إذا منكيم هاي من طولها. هني. هاي البلاستيك. مكور. شوف هان. هان شو بدها؟ بوكس 10. عندي بوكس 10. هنا على شفتها. بالك على السيارة في شيء. ايوه شكفوها سنة 2017. كلكش. كلكش زي ما كل. شو انا فوز قلت لك؟ لا. طب كيف داخلة فيها؟ لا تلسيق هي. شو ده؟ كبس. يلا كبس. هاي مش عادي كيف تسر. بهمش اختيار يعني في لي راي ابراهيم. في لي راي. في لي راي تسر عادي. اذا من جوا ايش طولها عند المطور؟ طبعا يا اخوان اليوم في حي دخلت في جيب 2017. شوفوا يوم العرض شوفوا. هسه جيت انا لفيت شفتهم واقفين بحسب بالجيب مع اخو حمدي. حسوني بشبه اخو حمدي. هي تعال بعدين. هي شفتها. هي راسها. لا خذ على اليمين.
هي هي الله يا اصبر يا زلمه اصبر. اطلع 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 عضته طلك بعضته ايش طلك بعضته صغيره صورها بالله بحياه ربك اعطينا فواز حطها بكميه بكل هذه فهو هديه لابو العبد ابو العبد هات 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 صور ابعدها عني قول له لف ارجع شوف ماركو ماركو صور بدنا واحد هسك خلاص ايمح ايمح من هنا صحيح ابراهيم قام بالسيطره على الافعى يعطيك العافيه حبيبي.